رغم أن عدوى الحمى القلاعية التي بدأت تظهر أعراضها على الأبقار والمواشي في عدد من ولايات الوطن لا تنتقل إلى الإنسان ولا تؤثر على صحته حتى لو استهلك مادة غذائية من حيوان مصاب، إلا أن الخطر الكامن وراء هذه العدوى يعود بالأساس على الثروة الحيوانية نظراً للانتشار السريع لها وصعوبة السيطرة عليها. الحمى القلاعية هذه حقيقة ظهرت في ولايات، وخطورة تاع الحمى القلاعية أنها شديدة العدوى، دونك الانتشار تاعها حتما راح يكون، وممكن نقدر نشوفه بؤر أخرى. هو مرض حيواني حصري، يعني ينتقل بين الحيوانات المعروفة بالحيوانات ذات الحوافر. دونك كيستيون تاع الاستهلاك ما فيهش خطورة، الخطورة هو نأكدها الخطورة على الاقتصاد. وزارة الفلاحة التي جندت المصالح البيطرية لمواجهة عدوى الحمى القلاعية أثرت استياء نقابة البياطرة العموميين الذين أوضحوا أن اللجوء إليهم لا يتم إلا في الحالات الاستعجالية، في الوقت الذي من المفروض تفعيل دور المصالح البيطرية على مدار السنة، فالحل بالتنبؤ والوقاية وليس بالعلاج. الجهاز اللي نسموه جهاز المصالح البيطرية إذا قعدت على حالها، يعني على وضعها الحالي فيما يخص الوسائل تاعها والموارد البشرية تاعها والهيكلة تاعها على مستوى وزارة الفلاحة بهالطريقة، مسلسلة هذه ما حاش تنتهي. هذا وتجدر الإشارة إلى أن خبر انتشار عدوى الحمى القلاعية في الجزائر دفع بفرنسا لمنع حملها وإرسال كل أنواع اللحوم والحليب من الجزائر إلى أراضيها مهما كانت الكمية، لكونها مواد قابلة لنقل العدوى، ما يشكل خطراً على الثروة الحيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بالنظر إلى الرهانات الصناعية والتبعات الاقتصادية.